السيدات والسادة، الحضور الكريم، نرحب بكم في قصر الشعب في مراسم أداء السيد الرئيس بشار الأسد للقسم الدستوري. أدعو الأستاذ حمود صباغ رئيس مجلس الشعب للتفضل إلى المنبر. الضيوف الكرام، الزميلات والزملاء أعضاء مجلس الشعب، أسعد الله أوقاتكم جميعاً بكل خير. نستأنف جلسة مجلس الشعب اليوم السبت الموافق 17/7/2021، وبنهاية هذه الجلسة السادسة للمجلس تعد الدورة الاستثنائية الثالثة من الدور التشريعي الثالث منتهية. يدخل الآن من الأبواب الجانبية للقاعة أمامكم الرائد محمود صالح من الحرس الجمهوري حاملاً القرآن الكريم، والنقيب أحمد مرهج من الحرس الجمهوري حاملاً دستور الجمهورية العربية السورية. الحضور الكريم، السيدات والسادة، بانتظار وصول السيد الرئيس بشار الأسد إلى قصر الشعب.
قدم سلاح. سيد الرئيس، حرس شرف جاهز للاستعراض. العقيد رامي إبراهيم قائد حرس شرف. سريع يميل قدم سلاح. اي We'll be right back.
يتقبل الآن السيد الرئيس بشار الأسد. الضيوف الكرام، الزميلات والزملاء أعضاء مجلس الشعب، استناداً لأحكام المادة 7 والمادة 90 من الدستور الجمهورية العربية السورية وأحكام المادة 192 من النظام الداخلي لمجلس الشعب وجلسة مجلس الشعب المنعقدة اليوم السبت 17/7/2021، أتشرف بدعوة السيد الرئيس بشار حافظ الأسد لأداء القسم الدستوري رئيساً للجمهورية العربية السورية، فليتفضل مشكوراً. أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية. السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب الأكارم، السادة الحضور من عسكري قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن، ومن الجرحى الأبطال، ومن عائلات الشهداء منبع البطولة، السادة الحضور من شخصيات وطنية صمدت وعملت وبادرت ودافعت عن وطنها كل من موقعه وبطريقته وبحسب قدراته، وأخص بالذكر معلمات ومعلمين قدموا أقصى الجهد والعطاء لأجيال من الطلاب، كنت واحداً من تلاميذهم، أقف اليوم أمامهم بكل إجلال واحترام. السادة الحضور، وأنا كمان
افتخر أن يكون طالب عندكم. السادة الحضور، أيها الشعب العزيز، أيها الشعب الصامد، أحييكم تحية الوطن الراسخ في زمن السقوط، الشامخ في زمن التهافت والخنوع، تحية الشعب الذي حمى وطنه بدمه وحمله أمانة في القلب والروح، فكان على قدر مسؤوليته التاريخية حين صان الأمانة وحفظ العهد وجسد الانتماء في أسمى معانيه والوحدة الوطنية في أبهى صورها، وأثبت للعالم من جديد أن قدر سوريا أن تمنح التاريخ ملاحم يقرأ صفحاتها كل من يريد أن يتزود بدروس الشرف والعزة والكرامة والحرية الحقيقية. لقد برهنتم بوعيكم وانتمائكم الوطني خلال الحرب أن الشعوب الحية التي تعرف طريقها إلى الحرية لا تتعب في سبيل حريتها مهما طال الطريق وصعب، ولا تهون عزيمتها أو تفتر همتها في الدفاع عن حقوقها مهما أعد المستعمرون من عدة التوحش والترهيب وعديد المرتزقة والمأجورين. وكانت وقفتكم بالنسبة لكل عدو صدمة ولكل خائن عبرة، فقد أرادوها فوضى تحرق وطننا، فكان أن خرج من رحم انتظامكم للدفاع عن الوطن ترياقاً يبطل ضيفانهم ويقوض أهدافهم. أرادوها تقسيماً استكمالاً لما قسمه أسلافهم قبل 100 عام، فلجمتم أوهامهم وأطلقتم بوحدتكم الوطنية في الوطن والمغترب رصاصة الرحمة على مشاريع فتنتهم الطائفية والعرقية، وأثبتتم مرة أخرى وحدة معركة الدستور والوطن، فثبتتم الدستور كأولوية غير خاضعة للنقاش أو للمساومات لأنه عنوان الوطن ولأنه قرار الشعب. وبالرغم من قسوة الظروف إلا أن الإصرار على التفاعل الشعبي الكبير مع تلك المناسبة على امتداد الأسابيع التي سبقت التصويت كان سيد الموقف. ذلك التفاعل في المدن والبلدات والقرى لدى الأفراد والعائلات والعشائر التي تفخر بانتمائها لوطنها والتي نفخر بانتمائنا إليها لا يمكن وصفه إلا بحالة سمو وطني، ولا يمكن تفسيره إلا بكونه وعياً وطنياً عميقاً لمعاني الاستحقاق ولمصيريته بالنسبة لوجود الوطن ومستقبله واستقراره. كل ذلك لم يكن جديداً على شعبنا، فهي ليست المرة الأولى التي يظهر فيها رقيه الوطني في مراحل مفصلية، لكن تكرار الأفعال لا يعني تكرار النتائج، لأن النتائج تتبدل بحسب الظروف. ففي المراحل الأولى كان رهان الأعداء على خوفنا من الإرهاب ويأسنا من التحرير، أما اليوم فالرهان هو على تحويل المواطن السوري إلى مرتزق يبيع وطنه وقيمه مقابل حفنة مشروطة من الدولارات أو لقمة عيش مغمسة بالذل يتصدقون بها عليه. رهانهم كان على الزمن، فهو كفيل بتحقيق الأهداف المخططة ولو بعد حين، لكن النتائج أتت معاكسة للقواعد التي افترضوها وساروا بناء عليها، وما حصل شكل هزة لا يمكن تجاهلها لأن حساباتهم في كل مفصل تأتي خاطئة. فالسوريون داخل وطنهم يزدادون تحدياً وصلابة، أما الذين هجروا وخطط لهم أن يكونوا ورقة ضد وطنهم فقد تحولوا إلى رصيد له في الخارج يقدمون أنفسهم له في أوقات الحاجة. لقد أثبتت هذه الظاهرة قوة الشرعية الشعبية التي يمنحها الشعب للدولة، أي شعب لأي الدولة، وسفهت تصريحات المسؤولين الغربيين حول شرعية الدولة والدستور والوطن، وتمكنت من تحويل المناسبة من إجراء دستوري إلى عمل سياسي زعزع أخطر الطروحات التي دأب عليها أعداؤنا منذ الأسابيع الأولى للحرب، حينما حاولوا إقناعنا بتعليق الدستور القائم في ذلك الوقت
من أجل خلق فراغ يؤدي إلى الفوضى، تارة عبر بعض الخونة من السوريين، وأنا التقيت بالبعض من هؤلاء في ذلك الوقت وسمعت منهم بشكل مباشر تلك الطروحات الخبيثة، وطورا عبر رسائل نقلها لنا وسطاء مختلفون بأقنية متعددة. هذه الطروحات التي تستمر اليوم والتي يتم العمل عليها عبر بعض العملاء المعينين من قبلهم بواسطة تركية أو بوساطة تركية أو بواجهة تركية لا يهم، تهدف في المحصلة للوصول إلى دستور يضع سوريا تحت رحمة القوى الأجنبية ويحول شعبها إلى مجموعة من العبيد والمطايا. كل تلك المحاولات قد تبخرت بفعل رسالة شعبية واحدة مضمونها: إذا تمكنتم من تجاوز كل العقبات السياسية للوصول إلى غاياتكم فلن تتمكنوا من تجاوز قرار الشعب لأنه الأقوى، ولا من القفز فوق إرادته لأنها الأعلى. لقد حققنا معا المعادلة الوطنية، فنحن شعب غني بتنوعه لكنه متجانس بقوامه، حر متنوع بأفكاره وتوجهاته لكنه متماسك ببنيانه، رفيق حتى بخصومه لكنه عنيد بوطنيته، متحد بعنفوانه، شرس في الدفاع عن كرامته. هذا الوعي الشعبي الوطني أيها السادة هو حصننا، هو الذي يزيل الغشاوة عن العيون عندما ننظر لمستقبلنا، هو المعيار الذي نقيس به مدى قوتنا وقدرتنا على تحدي ومواجهة وهزيمة كل الصعاب. به نميز ما بين الثوابت كالوطن والشعب وما بين المتغيرات كالأشخاص والظروف. به نميز ما بين المصطلحات الحقيقية والوهمية، بين العمالة والمعارضة، بين الثورة والإرهاب، بين الخيانة والوطنية، بين إصلاح الداخل وتسليم الوطن للخارج، بين النزاع والعدوان، بين الحرب الأهلية والحرب الوجودية دفاعاً عن الوطن. فلا مناطق رمادية بين تلك المفاهيم، بل خطوط شديدة الوضوح دقيقة الحدود، ولا يخلط بينها إلا قصير نظر أو قاصر رؤية. هذه المقدرة على التمييز بين الوهم والحقيقة، على عزل السم عن العسل، هي التي مكنتنا من تحويل حدث دستوري إلى عمل سياسي وطني استراتيجي حمل ونشر رسائل كبرى عن الإجماع الوطني والتجانس الاجتماعي والتمسك بسيادتنا وحقوقنا، وهي التي أعطتنا القدرة على فهم الخطط المعادية وتحديد مسارات العدوان، وجعلتنا أكثر قدرة في مواجهتها وتخفيف أضرارها. هذه القدرات أيها السادة لا تأتي من فراغ أو من عدم، إنها تنطلق من ثوابت وتستند إلى مسلمات، والمسلمات هي بدائع متفق عليها بين أفراد الشعب، والبدائع هي البديهيات باللغة المتداولة الشائعة. هذه المسلمات هي المرجعيات التي ننطلق منها في الحكم على الأمور، فوجودها يوحد الآراء والأحكام تجاه قضية ما، وغيابها يشتت الآراء ويجعل تلك الأحكام خاضعة للأهواء الشخصية ولمقدار فهم كل شخص على حدة، فيحل الانقسام محل الإجماع والتناقض محل الانسجام، ويتفرق الناس ويضعف المجتمع. هذا ما لمسناه في بداية الحرب بشكل واضح وجلي لدى جزء من مجتمعنا، أي غياب المسلمات. طيب، نحن في خطاب قسم، يفترض بأننا نتحدث عن مرحلة مقبلة، لماذا نعود 10 سنوات إلى الخلف؟ كلنا يعرف ما الذي حصل في بداية الحرب، لأننا إن لم نحلل ولم نتعلم الدروس عما حصل في الماضي فسوف ننتقل للمستقبل زمنيا فقط، يعني سوف تمر السنوات وتمر العقود ربما، وتأتي أجيال
ونحمل معنا كل المشاكل وتتراكم، يأتي يوم تنفجر بشكل أسوأ من اليوم وأكثر تدميراً. صحيح أن كلنا نعلم ما الذي حصل في بداية الحرب، لكن قلة حللت لماذا حصل هذا في بداية الحرب. نحن نتحدث بشكل مستمر كيف نخرج من هذا النفق، يعني بمعنى آخر وبمعنى أكثر واقعية، كيف نحل المشكلة. لا يمكن أن نحل مشكلة من دون أن نحلل أسباب المشكلة. لا يمكن أن نقف اليوم ونحن نتحدث عن مرحلة قادمة أو مرحلة مقبلة ونحن لم نحلل المراحل السابقة. لا يمكن أن نطلب من مسؤول أن يتحدث عن المستقبل من خلال رؤياه ومن خلال فهمه لهذا المستقبل وهو لم يفهم المراحل السابقة. طبعا الحديث في هذا الموضوع يستغرق أسابيع وشهور وربما أكثر التحليل، لأنها هي قضية مجتمع. نفس هذا المجتمع خرج قمة الأبطال وخرج قمة الخيانة ولو بنسبة بسيطة. هذا موضوع بحاجة لتحليل، لذلك لن أتوسع طبعا، لكن لابد من أن ننطلق للمرحلة المقبلة بخلاصة نأخذها معنا لهذا المستقبل، تكون كالزبدة نطمئن من خلالها لهذا المستقبل. لذلك لابد من الحديث عن هذا الجزء من المجتمع الذي غابت عنه المسلمات، فضعفت رؤيا وفقد توازنه. لذلك رأينا وسمعنا وقرأنا عمن يوزع شهادات مجانية بالوطنية على الجميع تحت عنوان أن الكل وطني، والقضية هي خلاف رأي، يعني تدمير المنشآت، قتل المدنيين، اغتيال الشرطة، اغتيال العسكريين، هي قضية خلاف بالرأي لا أكثر ولا أقل، علينا ألا نقلق. وسمعنا عمن يبرر الفوضى والتخريب للمنشآت العامة بحجة رفضه لعنف الدولة، وكان يبرر للإرهابيين في ذلك الوقت بأن السبب هو الدولة، لأنها استخدمت العنف فهو قام برد فعل. فهو أولا يتكلم عن حقيقة وهمية غير صحيحة، لأن الدولة لم تبادر بالعنف، والأخطر من ذلك أنه يقدم المبرر للإرهابيين لكي يستمروا بعنفهم. وعمن قبل باللغة التقسيمية والألفاظ اللا أخلاقية لاعتقاده أنها ممارسة ديمقراطية وحرية رأي، ومن وقف بلا موقف معتقدا أنها الحكمة، ومن اتخذ مواقف ملتبسة معتقدا أنها الحنكة، ومن مارس الانبطاح معتقدا أنه الانفتاح. بعض أولئك الأشخاص حسن النيات لكنه افتقد المسلمات، فسهل اختراقه فكريا والسيطرة عليه نفسيا، فتشتت فكره وتاهت أفكاره وانحرف مساره، ففقد المعاني الحقيقية للارتباط بالوطن والحرص عليه، واستبدلها دون أن يدري بمعان وهمية، فشجع بذلك الأعداء على التدخل وساعد الإرهاب والفوضى على الانتشار. لذلك لا يكفي أن نقول بأن مشكلتنا في سوريا هي الإرهاب، أو أن مشكلتنا في سوريا سببها التطرف الذي أدى للإرهاب، أو التعصب الذي أدى للتطرف والإرهاب، أو جهل الذي أدى إلى كل ما سبق، أو محدودية التفكير. هذا صحيح، هذا جانب، ولكن الذين أقصدهم بهذا الجزء من المجتمع هم أشخاص بمعظمهم لا يحملوا أي صفة من هذه الصفات، بالعكس لديهم كل الصفات التي تؤهلهم لكي يكونوا أشخاص متكاملين. لديهم كل تلك الصفات لكن غابت عنهم المرجعية الفكرية والأخلاقية. طيب، هذه المرجعية التي أتحدث عنها هي التي تحدد علاقة الفرد بكل ما حوله، علاقة الفرد أو نظرته للوطن، نظرته للمجتمع، نظرته للعائلة، نظرته للدين، نظرته للثقافة، نظرته للعادات والتقاليد، نظرته للثقافات الأخرى إلى آخره. من خلال هذه المرجعية يحدد المواقف. طيب، غابت هذه المرجعية، ما الذي حصل؟ أصبح وضع هذا الشخص أو هذا المواطن كالقارب الحديث جدا الموجود في قلب المحيط، أي محيط من المحيطات، ولكن ليس لديه أو جهاز تحديد الموقع المرتبط بالأقمار الصناعية لا يعمل، وخريطة ملاحية لا يوجد لديه، والطقس لا يساعده لرؤية النجوم ليتوجه من خلالها، يعني تاه في قلب المحيط. هذا ما حصل لدينا، فظهرت نتائجه في الحرب، ورأينا تشوش والتباس وفوضى
وتصادم بالأفكار والأراء. لذلك لا يمكن أن نتحدث عن المستقبل ولا يمكن أن نطمئن للمستقبل إن لم نعالج هذا الجانب. فاستقرار المجتمع هو أولى المسلمات، وكل ما يمس أمنه وأمان أفراده ومصالحه مرفوض بشكل مطلق بغض النظر عن أي سبب أو أي تبرير. قيمه، قيم المجتمع، بر الوالدين، احترام الكبار، الكبار قدراً، الكبار عمراً، الكبار معرفة، احترام الرموز الاجتماعية، احترام الرموز الوطنية، احترام العلم والعلماء، احترام المعلم، احترام المواطن المنتج، تكريس قيم التسامح والمحبة والخير وغيرها الكثير من القيم الراقية والحضارية التي هي في طور التآكل، ليس بسبب الحرب. الحرب أظهرت هذا الجانب، ولكن تآكلت عبر العقود لأسباب مختلفة، ربما نمط الحياة الحديثة، ربما أسباب لها علاقة بالاستعمار. يعني نحن نتحدث عن تفاصيل بحاجة لمحللين اجتماعيين، لكن لابد من تكريس هذه القيم، لأن أي مجتمع لا يكرس القيم، لا يحمل القيم، لا يحترم القيم، لا يمكن أن يكون مجتمع مستقر ولا يمكن أن يكون مجتمع مزدهر. وأنا بهذا الكلام، خاصة بهذه الفقرة تحديدا، لا أعطي درسا بالأخلاق، وليس خطابا عن القيم العليا والمثل وغير ذلك. أنا أتحدث في صلب السياسة، في قلب المشكلة، لأن أكبر سبب من أسباب الأزمة التي عشناها هي غياب القيم وغياب الأخلاق. هي ليست سبب حقيقي، بل هي السبب الأهم والسبب الأعمق. العقائد هي روح المجتمع، من دونها نفقد إنسانيتنا. هي بوصلة وهي أخلاق، احترامها واجب على الجميع، والمساس بها محرم على الجميع أيضا. الانتماء، انتماء الإنسان للقرية، للمدينة، للدين، للوطن، للقومية، كل هذه العناصر هي أساس إحساس الإنسان بانتمائه للمجتمع، وهذا الانتماء هو أساس إحساس الإنسان بالتوازن النفسي، أي أنه إنسان طبيعي. ومن يفقد الانتماء لا خير له، لا خير فيه لبلده، ولا أمان له تجاه مجتمعه. الأرض هي الكيان والوجود، لذلك قيل الأرض كالعرض لا يفرط بها ولا يساوم عليها. كل ما سبق من هذه المسلمات، وهناك طبعا مسلمات أخرى، كلها هي التي تشكل الوطن، المسلم الأكبر أي الوطن. لذلك من غير المقبول ومن غير المنطقي أن نسمع دائما بأن الوطن خط أحمر، الوطن لا يمس، الوطن مسلمة، ولكن نمس بكل المسلمات الأخرى التي تؤدي إليه. هي الطريق إلى الوطن وهي الطريق إلى الوطنية، ومن دونها الوطن هو عبارة عن حالة عاطفية أو عبارة عن مجرد شعار فارغ لا معنى له. لذلك لماذا أؤكد كثيرا على هذه المسلمات أيضا بعيدا عن التنظير وانطلاقا من الواقع؟ وأنا دائما أحب كل أحاديثي أن أنطلق من الواقع، لأن هذه المسلمات هي التي دفعت عائلات بأكملها لإرسال أبنائها ليقدموا أرواحهم وأجسادهم فداء لوطنهم. هذه المسلمات هي التي أسست للمواقف الوطنية والأخلاقية الصلبة لكثير من السوريين من شرائح وفي مواقع مختلفة، وثبتتها بالرغم من التهديد المباشر لحياتهم أو عائلاتهم أو رزقهم خلال الحرب. وهذا يشمل كل ما هو موجود في هذه القاعة، وأنتم أكثر من يعرف معنى هذه الفقرة، بالإضافة للكثير من السوريين الذين وقفوا مع وطنهم. وهي المرجعية التي استندنا إليها في مواقفنا، وهي الدرع الذي حمانا من تأثير الحرب النفسية المعقدة التي تعرضنا لها خلال الحرب. عملياً هي التي أسقطت كل الرهانات، لذلك أنا أركز على هذا الموضوع. فإذا إن لم نعرف سبب المشكلة وإن لم نعرف سبب الصمود بنفس الوقت، فهذا يعني بأننا لم نتعلم الدرس، وإذا لم نتعلم الدرس لا نستطيع أن ننطلق باتجاه المستقبل ونحن مطمئنون. لذلك وانطلاقا من كل ما سبق ذكره من الحقائق آنفا، كل ما ذكر في هذه الكلمة، ومن التوجه الذي أظهره
الشعب واضحاً وجلياً، والذي لم يكن وليد الحرب لكنها جعلته أكثر وضوحاً ورسوخاً، وهو اليوم واقع لا يمكن لأحد أن يغيره. أكرر مرة أخرى دعوتي لكل من غرر به، لكل من راهن على سقوط الوطن، لكل من راهن على انهيار الدولة، أن يعود إلى حضن الوطن، لأن الرهانات سقطت وبقي الوطن. والشعب كله يريدك ويشد يدك بولاية جديدة. نحن بايعناك بالروح بالدم نفديك ونصون عهدك، وسوريا تنتصر على كل من عاداك، وجيشها وشعبها للأبد يكون حدك، وجيشها وشعبها للأبد دوم حدك. بالروح بالدم نفديك بلادك، بالروح والنعم إلى حصر ولا عدد. فضائل الله علينا لا تحصى، وأعظمها أن نعيش عشرة بشار حارسة. فإذا أكرر دعوتي لهؤلاء. سلاما رمز عزتنا وكبريائنا، سلاما رمز صمودنا وفخارنا، سلاما مرشدنا وملهمنا، أنت مثلنا ومعلمنا، أنت الماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. كما عاهدناك سابقا نجدد عهدنا يا سيد الرئيس بأننا سنبقى جنودك الأوفياء المخلصين، وأنك ستكون وسنكون فدائيو الأسد واستشهاديو الأسد، لأنك بنظرنا يا سيدي وإيماننا أن الأسد هو سوريا، والأسد هو العروبة، والأسد هو الوطنية، والأسد هو القومية، والأسد هو الهوية. نعم نعم نعم، لأنك أنت رمزها وأنت عنوانها، أنت الأمل وأنت قدوتنا بالعمل، أنت الواحد الأول الذي لا ولم ولن نقبل المساومة على ثان له. حماك الله الأحد يا أسد يا ابن الأسد، الله يحميك وينصرك ويرحم ويقدس تراب بيك يا غالي يا ابن الغالي. فإذا أكرر دعوتي لهؤلاء ونقول لهم، نقول لكل واحد منهم، أنت مستغل من قبل أعداء بلدك ضد أهلك، والثورة التي خدعوك بها هي وهم، وسير الشعب خلفك هو سراب. وإذا لم تتمكن أشرس وأخطر حرب تعرض لها السوريون من إقناعهم بنهجك، فلا شيء آخر قادر على ذلك. فإن كنت تسعى إلى الكرامة فهي في خدمة أهلك وشعبك، إن كنت تطمح إلى البطولة فهي في الدفاع عن أرضك، إن كنت تنشد الشرف فهو في بناء الوطن لا في هدمه. أما الحرية التي تتغنى بها فلن تجدها عند غربي امتهن أجداده ماضياً تجارة الرقيق، ومارس أحفاده حاضراً التمييز العنصري، ولا هي عند عثماني دمر أجداده منطقة بأكملها حضارياً وأخلاقياً، فطهروا عرقياً وميزوا إثنياً، ويحاولون حاضراً تكرار تاريخهم الأسود بنسخة أكثر سواداً وقبحاً. أقول لأولئك إن التراجع عن الخطأ فضيلة، والوطن هو الملجأ والحاضن، ودولته هي لجميع أبنائه، والشعب الكبير بقيمته كبير بقلبه مسامح، وأول المسامحين كانوا عائلات الشهداء الذين بادروا منذ السنوات الأولى إلى فتح أبواب المصالحات وحقن الدماء، وهذه الأبواب ستبقى مفتوحة من قبل الدولة والشعب، ولن تغلق طالما أن هناك من يؤثر الكرامة على الذل والسيادة على الاستعباد.
السيدات والسادة، خلال 10 سنوات ونيف من الحرب كانت هواجسنا متعددة، فطغت في البداية الأمنية منها والخوف على وحدة الوطن، أما اليوم فجلها هو حول تحرير ما تبقى من الأرض ومواجهة التداعيات الاقتصادية والمعاشية للحرب. فإذا كنا نرى أن الحالة الأمنية اليوم قد استقرت في أغلب المناطق، وأن مجتمعنا حافظ على وحدته بل متنها، فإن ذلك ما كان ليحدث لو فقدنا إيماننا بقدراتنا واستسلمنا للأمر الواقع والأوهام التي سوقت إلينا. إيماننا بجيشنا واحتضاننا له حقق الأمن، وهو الذي سيكمل التحرير ولو بعد حين. إيماننا بأنفسنا، بتاريخنا، بثقافتنا عزز وحدتنا. هذا الإيمان حقق ما يشبه المستحيل في ظروفنا، وهذا الإيمان هو ما نحتاجه اليوم لمواجهة الحرب الاقتصادية لنحول نتائجها لمصلحتنا، ونحن قادرون على ذلك بكل تأكيد. وعندما أقول قادرون فأنا لا أبالغ، وأنا لا أحب المبالغة، وأنا لا أقصد الإيمان بالوهم وإنما بالحقائق وبما أثبته الواقع. فمعركة الحفاظ على سعر الصرف أثبتت أن القدرات موجودة، ولكنها بحاجة لمن يراها ويعرف كيف يستخدمها ويوفر الشروط الصحيحة لكي يحقق النتائج. أما في مجال الاستثمار فيكفي أن نطلع على الأرقام التي تعكس على أرض الواقع عدد المنشآت الاستثمارية التي هي قيد الإنشاء الآن اليوم، أو التي استمرت بالعمل تحت القصف والحصار، أو التي قامت بتوسيع أعمالها خلال الحرب، والتي تعكس إرادة القائمين عليها وتصميمهم ووطنيتهم. ولو أعطينا مثلاً ونموذجاً سريعاً عن الأرقام الموجودة التي لا يعرفها معظمنا، فعدد المعامل فقط في المناطق الصناعية أو في المدن الصناعية الرئيسية في دمشق وحمص وحلب القائمة الآن التي تعمل وتنتج، عددها أكثر من 2000 منشأة. طبعاً هذا في حال وضعنا جانباً كل المنشآت الأخرى، المصانع الموجودة خارج المدن الصناعية، ولو وضعنا جانباً المنشآت الأصغر، المنشآت الحرفية والتي تسمى المناطق الصناعية. أما عدد المنشآت التي تبنى الآن فعددها يتجاوز 3000 فقط داخل المدن الصناعية. نحن نتحدث عن 3000 مصنع ينتج، وهذا الرقم هو الأهم. هذا الرقم هو يعطي جواباً على سؤال بسيط: هل هناك إمكانية للاستثمار؟ لو لم يكن هناك إمكانية لما رأينا هذه الأرقام. فإذا السؤال ليس حول الإمكانية، ولكن هو حول كيف نزيد هذه الأرقام، كيف نسرع من زيادة هذه الأرقام لكي يتحسن الاقتصاد وتتحسن الأحوال المعيشية بأقصر زمن. بكل تأكيد السؤال عن كيف هؤلاء الأشخاص القائمين على هذه المنشآت وغيرها، إذا تحدثنا عن باقي المنشآت الأصغر فهي بعشرات الآلاف، لا أرد كان تصل للمئة ألف أو لا، لأنني سألت فقط عن المصانع ولم أسأل عن الورش. هناك ورش معلنة مسجلة، هناك ورش غير مسجلة إلى آخره. لكن بكل تأكيد هؤلاء الأشخاص لم يقضوا وقتهم على مواقع التواصل الاجتماعي يطلبون حلا، هؤلاء نزلوا إلى الميدان، بحثوا عن حل، وجدوا الحل، أسسوا المنشأة وبدأوا بالإنتاج. فإذا يكفي أن نرى بعضا من هذه الحقائق، وأنا أوردت البعض القليل، يكفي أن نرى بعضا من هذه الحقائق لكي نتأكد من توفر القدرات الذاتية ونبني عليها. وكلامي هذا لا يعني أن الأمور بخير أبدا، أنا لم أقل ذلك، ونحن دائما نحب المطلق، إما أن تكون الأمور بخير أو أن تكون الأمور سيئة بشكل مطلق، لا، الأمور دائما نسبية. هذا لا يعني أن الأمور بخير، لكنها يعني أنها غير مستحيلة، ويعني أن إمكانية جعلها بخير ممكنة وبقوة. فإذا لم تتمكن أسوأ ظروف الاستثمار من حرب وحصار، ولا يوجد أسوأ من هذين المصطلحين لإعاقة وإحباط أي استثمار، إذا لم تتمكن من منع نشوء استثمارات مجدية، فهذا يعني أن الجزء الآخر من المشكلة
التي نعاني منها مرتبط بنا، مرتبط بتوفر الإرادة، مرتبط بقراءة الواقع بشكل صحيح، ومرتبط بالمشاركة الجماعية الواسعة. فإذا الحرب والحصار لم يغلقوا الأبواب بشكل كلي، هي كانت مفتوحة، أغلقت جزئيا، نستطيع أن نمر منها، يكفي أن نعرف كيف نمر من هذه الأبواب. هناك عوائق، والعائق الأكبر حاليا هو الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية، والتي تقدر بعشرات المليارات، البعض يقول بالأربعينات، البعض يقول بالستينات، كلا الرقمين كاف لإحباط اقتصاد بحجم اقتصادنا، سواء من خلال تجميل الأموال وحرمان دورة الاقتصاد من هذه الأموال يعني الكثيرة، أو من خلال عملية تهريب هذه الأموال أو إخراج هذه الأموال، والضغط المستمر على الليرة السورية وتخفيض قيمتها الشرائية على مدى سنوات وبشكل متعاقب. هذا العنصر يشكل عائقاً كبيراً وتحدياً عسيراً، وحله مرتبط بتغير الظروف في لبنان، لكنه أيضاً درس للمستقبل لكل من فكر بنفسه بمعزل عن الوطن، فخسر هو وخسر معه الوطن. يليه بالتأثير الحصار الذي لم يتمكن من منعنا عن تأمين الحاجات الأساسية، لكنه سبب اختناقات، ولا من حرماننا من وسائل ومواد الإنتاج، لكنه خلق صعوبات، وعلينا أن نطور أساليبنا لتخفيف آثاره تدريجيا، وهذا ما قمنا به ونجحنا إلى حد ما، وسنستمر بالعمل عليه من دون أن نعلن ما هي الأساليب التي قمنا أو التي استخدمناها سابقا، ولا الأساليب التي سنستخدمها لاحقا، الكل يعرف ما هو السبب. يلي تلك المعوقات بالأهمية الإجراءات الإدارية التي نعمل على تطويرها بشكل حثيث بالتماشي مع تطوير القوانين بهدف تخفيف العوائق ومكافحة الفساد. عندما نتحدث عن إجراءات إدارية فهي مرتبطة بالآلاف من القوانين والتعليمات التنفيذية والقرارات والتعاميم والبلاغات وكل هذه الصيغ الموجودة في الدولة. المشكلة ليس العدد فقط، المشكلة أو السبب الذي يجعل التقدم فيها بطيء أن كلمة واحدة في غير مكانها أو غير مدروسة بدقة، أو كلمة عامة غير محددة بشكل واضح، تخلق ثغرة في أي من هذه التشريعات وتنسف الهدف الأساسي من هذا القانون أو من هذا التشريع. لذلك هذا الموضوع نحن نسير به بشكل يعني ثابت، ولكن الوقت إلزامي وإجباري. لكن التعامل مع تلك المعوقات بحد ذاته لا يعني أن نلمس نتائج حقيقية. تخفيف العقبات أمر ضروري، لكنه لا يعوض عن زيادة الإنتاج التي تعتبر أساس تحسن الاقتصاد والوضع المعيشي. وأنا لا أكشف ابتكاراً، هذا ألف باء الاقتصاد. العقبات عامل من مجموعة عوامل كما قلت قبل قليل، بحاجة لإرادة، بحاجة لرؤية، بحاجة لمبادرة، بحاجة لعمل جماعي، لعناصر كثيرة يجب أن تجتمع مع بعضها البعض. لذلك يجب أن يكون عنوان المرحلة القادمة هو زيادة الإنتاج، ودور الدولة هو فتح الأبواب بشكل أوسع للاستثمار في كل المجالات، صناعية وسياحية وخدمية، وأهمها بالطبع الزراعية، ولمختلف الشرائح كبيرة ومتوسطة وصغيرة. وهذا ما عملنا عليه بهدف تحسين بيئة الاستثمار. في بداية هذا العام صدر قانونان هامان، الأول لتشجيع الاستثمار بشكل عام، والثاني لدعم المشاريع الصغيرة، وصدرت عدة قوانين عددها حوالي 4 تعطي أو تقدم إعفاءات للمستثمرين من الرسوم والضرائب بالنسبة لمواد الإنتاج، المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، بهدف تخفيف التكاليف عن المستثمرين في مرحلة الحرب التي تعتبر هي مرحلة أو التي تعتبر ظرف من الظروف القاهرة بالنسبة للاستثمار. هذه البيئة المشجعة للعمل والإنتاج تقدم المزايا المالية والإدارية للمستثمرين،
تشجع من يملك رأس المال لاستثماره، وتؤمن القروض لمن لا يملك رأس المال، تدعم كبار وصغار المستثمرين بنفس الوقت. وهذه نقطة هامة، لأنه عبر العقود الماضية كان الدعم دائما يتوجه للمشاريع الكبيرة، وهذه من وجهة نظري هي نقطة ضعف كبيرة في الاقتصاد السوري تم تلافيها بهذه الحزمة. هذه البيئة تشجع محدودي أو عديمي الدخل على الدخول في مجال الإنتاج، وهذه النقطة هي الأهم من كل هذه البيئة لكي تساعد في خلق فرص عمل ودخول أموال جديدة ومنتجين جدد في دورة الاقتصاد، وننتقل من المشاريع الصغيرة إلى المتوسطة إلى الكبيرة. المرحلة القادمة في إطار الاستثمارات هي للتركيز على الاستثمارات في الطاقة البديلة، فحل مشكلة الكهرباء هي أولوية لنا جميعاً، ليس لحيويتها لحياتنا اليومية فقط، وإنما لحيويتها أيضاً لقيام الاستثمارات المختلفة، لأن جزء كبير من الاستثمارات خلال جولاتي الأخيرة لا يعمل على الوقود وإنما يعمل على الكهرباء، فلا نستطيع أن نتوسع بالاستثمارات من دون أن نؤمن الكهرباء. بالإضافة لكون الاستثمار في توليد الطاقة البديلة هو استثمار رابح ومجد، وسنعمل على تشجيعها ودعمها عبر السياسات أو عبر التشريعات بهدف إطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما. وأول مشروع مشترك تم إطلاقه منذ حوالي 4 أو 5 أيام فقط بالمشاركة بين المدينة الصناعية في عدرا وعدد من المستثمرين في القطاع الخاص. المبادرة كانت من الدولة والاستجابة كانت من القطاع الخاص. هدف هذا المشروع توليد حوالي 100 ميجا وات للمنطقة الصناعية، وهذا سيخدم المنطقة الصناعية من جانب، وسيخفف التقنين بالنسبة للمناطق الأخرى السكنية. ميزة هذا المشروع أنه قابل للتوسع في نفس المنطقة، وبكل تأكيد سنسعى للعديد من المشاريع المشابهة في المناطق الأخرى الإنتاجية أولاً، وربما ينتقل لاحقاً إلى المناطق السكنية. المرحلة القادمة هي للشفافية، فأتمتة الخدمات وتقديمها إلكترونياً بالإضافة لإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني هو جوهر تطوير الإجراءات من جانب، ولكنه هو أساس الشفافية من جانب آخر، فهو يمنع الفساد والهدر ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص، وبنفس الوقت يجعل المعاملات شفافة للدولة والمواطن، ويمنع الالتفاف على القوانين، ويساهم بشكل كبير جدا في الحفاظ على المال العام من خلال زيادة قدرة الدولة على مراقبة كل الإجراءات بدقة ووضوح. سنوات ونحن نتحدث عن الجباية الضريبية الخاطئة وأن الدولة لا تأخذ الأموال والفساد، كل هذه المواضيع مرتبطة ببعضها، ولا يمكن حلها من دون شفافية، ولا يمكن أن يكون هناك شفافية من دون أتمتة كل الإجراءات. فإذا البداية بهذا الموضوع، ونحن انطلقنا به منذ بداية العام الحالي، وهناك بعض الإجراءات بدأنا بها في العام السابق. والشفافية هي هيكليات واضحة للمؤسسات وصلاحيات محددة للمسؤولين وإجراءات دقيقة معروف ألفها من يائها، وهذا هو جوهر برنامج الإصلاح الإداري، والذي لن يلمس المواطن نتائجه سريعاً. هذا لا يعني بأنه لا يوجد تقدم، لكن المرحلة الحالية من الإصلاح الإداري تعمل على البنى المركزية للدولة، والبنى المركزية للدولة ليس لها علاقة مباشرة مع المواطن، لذلك كل هذا الإصلاح في هذه المرحلة لن يكون له انعكاس على المواطن. فكما قلت لا يعني بأنه لا يوجد تقدم، هناك تقدم جيد، ولكن يجب أن نعرف نقطة هامة، أن مؤسسات الدولة السورية هي مؤسسات قطاع عام، يعني ضخمة جدا وكبيرة جدا، يعني الإصلاح سيكون معقد جدا بنفس الوقت. لكن بكل الأحوال هذا المشروع هو الأساس الذي لا غنى عنه لمؤسسات حكومية متطورة وفعالة وعادلة، هو بنية تحتية
إذا دخل الشخص إلى منزل وهذا المنزل مجهز بكل وسائل الراحة الحديثة، ولكنه اكتشف أن الماء والكهرباء غير موجودة، أو أنه اكتشف أن الماء والكهرباء موجودة ولكن أساس البناء كله سيء، يسقط البناء عند أول هزة، فهو لن يكون قادر على السكن في هذا المنزل. فإذا هذا المشروع هو البنية التحتية للدولة الحديثة المنشودة. المرحلة القادمة هي لتحديث القوانين لتواكب الزمن، بحيث يتم إلغاء الاستثناءات منها إلا فيما يستدعي ذلك، لكن ضمن ضوابط ومعايير واضحة تلغي التمييز وتحقق العدالة. انطلقنا بهذا الموضوع من أقل من عامين بقليل، وأيضا نسير به خطوات إلى الأمام لنفس الأسباب: العدد الكبير من القوانين وقلة الكوادر تجعل السير فيه بطيء، ولكنه توجه عام ونحن مستمرون بالسير به بدون توقف. المرحلة القادمة هي للاستمرار والتوسع في مكافحة الفساد التي لم تتوقف يوما، لكنها تصاعدت على خلفية توفر المزيد من المعطيات المساعدة على كشف الفاسدين. توفر المعطيات يعني توفر المعلومات من جانب، ولكن أيضا توفر الظروف لمؤسسات الدولة بفعل تغير الظروف الأمنية لكي تكون قادرة على التركيز بشكل أكبر باتجاه مكافحة الفساد. ولن يكون هناك توقف أو تخامد لهذه العملية، ولن يكون هناك تساهل مع أي شخص متورط، فهي ثغرة كبيرة وإغلاقها ضرورة اقتصادية واجتماعية وأخلاقية ووطنية. ولا يبقى للمرحلة القادمة بعد كل ما سبق من العناوين سوى عنوان الإرادة. طبعا كل العناوين التي ذكرتها هي ليست وعود، لأن كل العناوين من الإنتاج انتهاء بالفساد كلها ابتدأنا بها، ونحن لا ننتظر خطاب قسم لكي نبدأ به بمرحلة، نحن نحدد توجهات. فإذا كل أشياء لا يمكن أن نسميها وعود، بل هي مسار نسير به بكل الأحوال وبشكل مسبق. لكن عنوان الإرادة لا يمكن أن نعد به أحد، يجب أن نتفق عليه جميعا. عنوان الإرادة هو عنوان وطني وعنوان جماعي. الإرادة إرادة العمل والإنتاج التي تتجاوز بقوتها كل درجات الإحباط والخضوع للواقع إن أردنا أن نحقق النتائج المأمولة. من دون الإرادة كل العناوين الأخرى لن تؤدي إلى أي نتيجة مأمولة. والحصار هو الفرصة الأكبر للتطوير بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية، وعلينا أن لا نكتفي بتخفيف الخسائر، بل علينا تحقيق الأرباح، وهذا ممكن ونحن قادرون، فلا يوجد مشكلة من دون حل، لكن علينا أن نبحث عنها. ولا يوجد مشكلة بلا نهاية إلا إذا بقينا ننتظر أن تأتي هذه النهاية من تلقاء نفسها. لكن الحلول لن تكون سهلة، والحلول لن تكون من دون ثمن، لكن الثمن الذي ندفعه اليوم سنحصد مقابله لاحقا. والشعب الذي خاض حربا ضروسا واسترد معظم أراضيه وفرض دستوره في الشارع وصناديق الاقتراع رغما عن أنف أقوى الدول وأكبر الدول وأغنى الدول، بكل تأكيد قادر على بناء اقتصاده وعلى تطوير ذاته بأصعب ظروف وبنفس الإرادة والتصميم. السيدات والسادة، نحن اليوم جزء من عالم هائج تتصارع أقطابه، والصراع لن يهدأ حتى يحسم أحد الأطراف النتائج لصالحه أو يحصل توازن قوة. حتى ذلك الوقت عالمنا هو غابة لا مكان فيه للإنسانية والأخلاق، حرب مباشرة أو عبر وكلاء، دعم إرهاب، إسقاط دول، تجويع شعوب، ساحة بلا حدود وبلا قواعد، ونحن في وسطها لا مكان للهروب منها أو للحياد فيها. وأخطر ما فيها هو الحرب النفسية التي تهدف لترويض الشعوب بعد نسف ثقافاتها وإعادة تشكيل مفاهيمها. وقد أثبتنا في هذه الحرب أننا شعب لا يدجن وعيه ولا تنسخ هويته ولا ينسف انتماؤه، وأن الشعوب العريقة تحيا في الواقع الحي لا في الواقع الافتراضي.
فلا تبرمجها حواسيب الدجل، ولا تمحي ذاكرتها فيروسات الخداع، ولا تسقط في فخ الاستسلام المجاني على المنصات الافتراضية. هدف الحروب الحديثة الإنسان قبل الأرض، فمن يهزم الإنسان يربح الحرب. فإسرائيل لم تربح الحرب عندما احتلت فلسطين عام 48، بل اقتربت من ذلك عندما اعتقد البعض من الفلسطينيين ومعهم البعض من العرب أيضا أن التنازلات المذلة هي التي تعيد الحقوق، وعندما اعتقد البعض الآخر أن المقاومة هي شطارة لا مبدأ وقيادة من فندق بدلا من مقر متقدم، وقتال من تلفاز بدلا من خندق، وغدر شقيق بدلا من مباغتة عدو. ينتصر العدو عندما تقتنع الغالبية أن المقاومة كذبة كبيرة، وأن قوتها وهم، وردعها خيال، ووجودها عبء، وأن ازدهار الوطن هو في انبطاحه، وأن استقلاله هو في استقلاله عن نفسه وشعبه وتاريخه ومحيطه. هنا ينتصر العدو عندما تنقلب المفاهيم رأسا على عقب، وهنا يكمن جزء من المشكلة أيضا في سوريا، والتي كانت أحد أسباب الحرب، وهو انقلاب المفاهيم. لكن هذا الانقلاب مرتبط بلعبة المصطلحات التي تمتد لعقود إلى الوراء يسير بها الغرب، ومع كل أسف نحن في المنطقة كعرب وربما أوسع من المنطقة العربية نسير معهم باتجاه الهاوية حتى نصل لوقت ما تتفتت فيها المجتمعات وتندلع فيها الحرب الأهلية. لذلك لا يمكن الحديث عن المستقبل أو عن مقارعة عدو من دون توحيد هذه المفاهيم بالإطار الذي يكون إطار وطني بحت. أما في سوريا فسوف نهزم نفسياً وفكرياً عندما نعتقد أن انتماءنا القومي هو لحدود سياسية رسمها المحتل، ولا علينا سوى الاعتذار لأحفاده عن كل كلمة قلناها بحقه خلال قرن مضى، لأنه بحسب هذا الاعتقاد الساذج والسطحي كان محقاً عندما حدد انتماءنا بحدودنا الراهنة. أما العلاقة بين حلب والموصل ودرعا والرمثة ودمشق وبيروت وحمص وطرابلس فهي وهم ومن صنع خيالنا. نهزم عندما نخلط بين الانتماء العربي وبين حكومات مستعربة، وعندما لا نميز بين عروبة الانتماء وعروبة السياسة بشكلها الراهن، فنجعل من العروبة مرادفا للخيانة دون أن ندري، أو عندما نعتقد أن العروبة اختراع إنساني كأي فكرة أو رواية تحولت إلى عقيدة تبنتها بعض الأحزاب ومصيرها أن تتبدل لأنها لم تعد مناسبة لمتطلبات العصر، وننسى أن انتماء الإنسان ليس خياراً يحدده بإرادته ولا نظريات يتبناها، وإنما هو حقيقة مكتسبة بالولادة بداية وبالتفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه لاحقاً. والانتماء أوسع من أن يحصر بعرق أو دين أو مذهب أو لغة أو مصلحة مشتركة أو إرادة مشتركة أو تاريخ أو جغرافيا، لأن الانتماء هو حالة حضارية إنسانية يجتمع فيها كل ما سبق، وهذا هو حال عروبتنا بمعناها ومضمونها الحضاري الجامع الذي يزداد غنى بازدياد أطياف المجتمع، وهي التي تجسد امتداد المكونات الحضارية في الماضي وامتزاجها مع المكونات الاجتماعية في الحاضر لتكون مزيجاً متجانساً متناغماً يحقق الاندماج بينها من دون ذوبان المكونات، ويوحد الانتماء مع الحفاظ على هويتها. يعني كل مجتمع وكل وطن بحاجة لعنوان واحد، بشرط أن لا يمس هذا العنوان بأي من المكونات الموجودة في هذا المجتمع كائناً ما كان هذا المكون، ديني، طائفي، عرقي، قومي، لا يهم. كل مجتمع بحاجة لعنوان واحد، هذا العنوان يزداد غنى بازدياد المكونات،
وليس العكس. يعني عندما نقول بأن سوريا عربية لا يعني أن كل من فيها عربي، ولا تعني العروبة التي نتحدث عنها إلغاء أي مكون، بالعكس نعتقد بأن غياب أي مكون يقلل من قيمة هذه العروبة ويضعف هذه العروبة وينقص من قيمتها وأهميتها بالنسبة لنا. لكن البعض أحياناً عن قلة معرفة يقول بأن سوريا متنوعة، فهذا يعني أن يكون لدينا عدة عناوين. لا، عدة عناوين يعني عدة أوطان، يعني تقسيم. لذلك الحديث عن العروبة ليس قضية رأي لكي نتفق معه أو نختلف معه، وليست قضية ذوق لكي نحب العروبة أو لا نحبها، تعجبنا أو لا تعجبنا، هي قضية مصير. ليس مصير سوريا، مصير المنطقة العربية يتوقف على هذا المصطلح، وكل ما تم خلال العقود الماضية كان يهدف لنسف هذا المصطلح كمفهوم في عقول المواطنين العرب وفي عقول المجتمعات العربية بكل ما تحويه من مكونات غنية. حكيم في الرأي والمقال، اجتمعت عليك طغاة الأرض فاصطدم رأسهم عندك بالنعال، أشباه رجال عربان الخليج، فطموحكم ليس إلا من نسج الخيال، منصور من الله قائدنا وجيشك كلهم صناديد وأبطال، ستبقى شوكة في أعينهم بإذن الله، وستبقى سيد الرجولة والرجال. حماك الله. نخسر عندما نصدق أن النأي بالنفس. نخسر عندما نصدق أن النأي بالنفس هو سياسة. نخسر عندما نصدق أن النأي بالنفس هو سياسة، وأنه يقين من شظايا الاضطراب في محيطنا، وعندما نعتقد أن القضايا المحيطة بنا منعزلة عن قضيتنا، ونربح عندما نفهم بالعمق أن أقرب تلك القضايا إلينا هي قضية فلسطين، وأن الفلسطينيين هم أشقاؤنا،
وأن التزامنا تجاه قضيتهم وحقوقهم ثابت لا تبدله أحداث أو ظروف ولا غدر أو نفاق، وهو لا ينفصل عن التزامنا بأهلنا في الجولان الذين ضربوا أروع مثل في الانتماء للوطن والتمسك بهويتهم العربية السورية، وأثبتوا أنهم سيبقون مخرزاً في عيون الطارئين من الغزاة في أرضه حتى تحريره كاملاً. السيدات والسادة، في إطار كل ما سبق، تبقى قضية تحرير ما تبقى من أرضنا نصب أعيننا، تحريرها من الإرهابيين ومن رعاتهم الأتراك والأمريكيين. والسير في عملية أنا ذكرت إرهابيين وأتراك وأمريكيين، لمين التصفيق؟ والسير في عملية التحرير على مراحل خلال السنوات الماضية كان يهدف لإعطاء المجال للراغبين بالعودة إلى حضن الوطن من جانب، ولإعطاء الفرصة للتحركات السياسية للأصدقاء من جانب آخر. هذه التحركات تهدف إلى إقناع رعاة الإرهاب بالتخلي عن نهجهم، وإقناع الإرهابيين بالانسحاب من المناطق التي يحتلونها حقناً للدماء ومنعاً للدمار. وقد حققت هذه السياسة نتائج مرضية في عدد من المناطق وأخفقت في أخرى، وكان الحل الوحيد دخول قواتنا المسلحة إليها والقضاء على الإرهاب وتحرير السكان المدنيين وفرض سلطة القانون. وسنستمر في اتباع هذه السياسة لتحرير باقي أرضنا، ونحن نعلم أن التركية غادر وأن الأمريكية مخادع، لكننا لا نفوت فرصة إلا ونستخدمها حرصاً على الأرواح وتفنيداً لأكاذيب الأعداء، وأيضاً ثقةً بدور الأصدقاء كإيران وروسيا الذين كان لهم في وقوفهم إلى جانبنا فضل وأثر كبيرين على مسار الحرب وتحرير الأراضي، بالإضافة إلى دور روسيا والصين في تغيير وجهة المسار الدولي انطلاقاً من دفاعهما عن القانون والشرعية الدوليين. وإن كنا لا ننسى في هذا السياق أن نوجه التحية والتقدير لكل سوري وطني شريف في المناطق الشمالية الشرقية وقف في وجه المحتل الأمريكي وحاول طرده وهو أعزل وواجه عملاءه من المرتزقة وقدم شهداء، فإننا لن ننسى أن البعض من جوارهم من حاملي جواز السفر السوري والذين ادعوا استعدادهم لمواجهة العدوان التركي قد انسحبوا من أمامه صاغرين أذلاء، وهو اليوم يسرح ويمرح تحت أنظارهم وفي أراضيهم وبيوتهم. فطعنوا وطنهم مرتين، الأولى عندما تخاذلوا بالوقوف إلى جانب الجيش الوطني في السنوات الأولى للحرب عن سابق قصد وتصميم، والثانية عندما فروا أمام العدوان التركي، فكانت الأولى تمهيداً للثانية. وفي كلا المرتين كانوا الأساس والأداة في تمهيد الطريق أمام الغزاة، وكانوا جزءاً من مسرحية ألفها وأخرجها السيد الأمريكي، وحدد لكل من الطرفين دوره بدقة وتموضعه على الأرض وهامش المسموح به من الكلام، وحتى مقدار التعبير عن المشاعر من غضب ورضا. ونؤكد في هذا السياق على واجب الدولة الدستوري والشرعي والأخلاقي في دعم أي مقاومة تقوم في أي مكان على امتداد ساحة الوطن
ضد المحتلين وبأي شكل من أشكال المقاومة، سلمية كانت أو مسلحة. وهذا الواجب هو التزام مطلق لا يخضع لأي اعتبارات حتى تتم استعادة الأرض ويطرد آخر إرهابي وآخر محتل. وفي الحديث عن التحرير والأرض يبقى الفضل لمن حفظ الأرض ولمن سقاها بدمه وطهرها بروحه ولمن فقد قطعة من جسده لتنمو أجسادا، والعرفان لمن رباه على حب الوطن وزرع في نفسه بذور التضحية والغيرية والفداء. تلك العائلات هي من حفظ الأمانة الأغلى الوطن، ومن واجبنا أن نقف إلى جانبهم لأنهم أكثر من يعبر عن الوطن، ودعمهم بكل جوانب الدعم هو شكل من أشكال حب الوطن. السيدات والسادة، إن هذه العلاقة التي أسست بيني وبينكم والثقة التي بنيناها سوية هي منهج للأجيال المقبلة نحمي به الوطن في الملمات، هي درس لكل مسؤول أن النجاح الشخصي ينبع من النجاح العام للمواطنين وليس بمعزل عنهم، وأن مصلحته الشخصية تتحقق من خلال المصلحة العامة لا العكس، وأن قوة الدولة لا يمكن أن تأتي إلا من داخل الوطن، أما الأصدقاء فدورهم مساعد، وأن الاستقرار لا يبدأ بالأمن وإنما بالأمان للمواطن، والذي ينشأ من احترامه واحترام مفاهيمه وتقاليده وعقائده بمختلف شرائح مجتمعه وعلى تنوعه. هذه العلاقة بيننا نجحت وأنجزت عندما بنيت على قواعد اجتماعية وطنية راسخة، أساسها علاقة شرائح المجتمع السليمة ببعضها، علاقة المحبة والاحترام المتبادل. فالتنوع غني وجميل لمن يقدره وبلاء على من لا يستحقه، فكلنا على حق عندما نحترم كل الآخرين، وكلنا على خطأ عندما تعتقد كل مجموعة أنها صائبة وغيرها مخطئ بمفاهيمه أو بعقائده أو بنمط حياته. هذه القواعد الوطنية تسمح بالاختلاف بين أبناء الوطن، أما الخلاف بينهم فحله داخل الحدود بين الإخوة وعبر المؤسسات. هذه القواعد تشجع على الإصلاح بالتطوير وتمنع الإصلاح بالتدمير، ترعى التنوع الاجتماعي مع الحفاظ على الإجماع الوطني، وإن تمسكنا بها في كل الظروف بل في كل العصور وبالمسلمات، الوطن، المجتمع، العقيدة، الانتماء، القيم،
هو جوهر الأمان، وهو جوهر الاستقرار، وهو الطريق إلى الانتصار. إن المحبة والثقة التي ألمسها من قبل كل فرد فيكم إذ تعزز لدي الشعور بالمسؤولية، فهي تعزز عندي أيضاً القناعة بأن من يعمل للآخرين ويعيش من أجلهم لا بد أن يرى نتيجة ذلك من دعم لا محدود. أصيب حيناً وأخطئ أحياناً، وثقتكم هي التي تجنبني الانحراف عن النهج القويم وتقيني من الخروج عن المسار السليم. وإننا إذ نكمل اليوم معاً مسيرة التحرير والبناء والنهوض من ركام الدمار، ونتابع المضي في طريق الوطن المجيد، فإني أتوجه إليكم جميعاً إخوتي وأخواتي أبناء سوريا بالتحية والإجلال لما جسدتموه من صدق الانتماء لسوريا ومن مضاء العزيمة على متابعة التحدي في سبيل منعتها ورفعتها. وإني إذ أنظر إلى المستقبل الواعد، فإني أتطلع إليكم وأرنو إلى عيونكم المتقدة تصميماً وأملاً، أستمد منها قبساً من ضياء ينير دربي، وأستلهم من عميق إيمانكم ما يعينني في مهامي من أجل نهوض وطني شامل، نهوض يستعيد سوريا المتجددة ويعيد إعمارها وإنماءها وألقها من جديد. فلنعد العدة للمستقبل ولنكافح الإحباط بالأمل والتقاعس بالعمل، ولنتأهب للمزيد من البناء والتحرير ليبقى الشعب باسماً والوطن بهياً، وليبقى الأمل كبيراً والعمل كثيراً والإنتاج غزيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسادة، وهكذا تنتهي مراسم أداء القسم الدستوري للسيد الرئيس بشار الأسد. نرجو من حضراتكم الالتزام بأماكنكم لحظات قليلة، ريثما يتم تنظيم مغادرتكم واستلامكم الهدايا التذكارية. شكرا لحضوركم.